السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال طقس. إذا عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام، إن شاء الله رمضان مبارك للجميع، ربي يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام إن شاء الله. نقدم لكم متابعينا الكرام هذه النشرية الجوية الخاصة بالمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار ليوم الاثنين 18 من شهر ماي 2020. إذا حسب ما تشير إليه متابعينا الكرام الخرائط لأحوال للطقس والنماذج العالمية لأحوال الطقس، حيث ستكون الأمطار حاضرة في الفترة الصباحية على ولايات عنابة، ولاية الطارف، ولاية سكيكدا وجيجل، ولايات قسنطينة، قالمة وسقهراس، ولاية أم البواقي، باتنا، خنشلة وتبسة، ولاية بسك ومناطق ولاد جلال إلى غاية مناطق تقرت والمغير. مناطق أيضا مناطق بوسعادة جنوب ولاية المسيلة ستكون معنية بإذن الله تعالى في الفترة الصباحية. إذا مع مرور الساعات الأولى من الفترة الصباحية ستبقى الأمطار تشمل جل المناطق الساحلية الشرقية والمناطق الشرقية الداخلية ومناطق الأوراس بإذن الله تعالى. إذا في خلال الفترة ما بعد الظهيرة إلى المساء متابعينا الكرام الأمطار ستكون حاضرة وبأكثر قوة على الأوراس، ولاية باتنا، خنشلة وتبسة، ولاية بسكرة، وادي سوف بالإضافة إلى تقرت والمغير، ومناطق ولاية المسيلة ناحية بوسعادة، ومناطق شمال ولاية الجلفة. إذا كل هذه المناطق متابعينا الكرام ستبقى تشهد الأمطار إلى غاية ليلة الاثنين، وأصدرنا نشرية جوية خاصة لخطر تساقط لحبات البرد على المناطق الشرقية ناحية الأوراس، ولاية باتنا، خنشلة وتبسة، وولاية بسكرة، ووادي سوف. إذا كل الخير إن شاء الله نتمنى للجميع، سنوافيكم بكل ما هو جديد لأحوال طقس الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.